نموذج العربية العربية وده مختلف. كلمة مهمة جدا، الثورات اللي قامت في تونس ومصر وليبيا وكل البلدان اللي فيها ثورات، من أهم الكلمات الحر والحرية. وصعب جدا إن احنا نتكلم عن قيود طالما مشوار الحرية ما استكملش. احنا في مصر بنقول الثورة مستمرة. في مصر شلنا رمز القيود مبارك، بس لسه المشوار طويل عشان لسه في مبارك في الشارع، مبارك في الشرطة، مبارك في المحاكم، مبارك في التلفزيون، مبارك لسه في كل حتة. شلنا بس الرمز ولسه مشوار الحرية طويل. في ان انا اجي دلوقتي اقول ان انا هحط قيود عن مشوار الحرية واحنا بنحاول نعبر عن اجيال، بالذات الاجيال الجديدة زي الشباب زي اسراء وزي اشراق، مستحيل. فانا بحيي شعب تونس وبفكر شعب تونس الحر ان مشوار الحرية ما استكملش. انا صحفية بنتقل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. أنا نسوية بنتقل بين الثقافة العربية والثقافة الأمريكية. وعشان أقدر أعمل المشوار ده بين أمريكا وبين مصر لازم يكون في حرية تعبير بدون قيود. أنا في نيويورك بحارب كوني مسلمة للمجتمع الإسلامي في نيويورك، بالذات نيويورك، إن إحنا نبني جامع جنب جراوند زيرو، ومن حقنا عشان في حرية الديانة وحرية التعبير. في مصر بحارب للمجتمع الأقلية اللي هو المجتمع المسيحي أو المجتمع اللي هو المثلي أو الأخوات في الحركات النسوية اللي احنا دلوقتي تحت قيود كبيرة جدا. أحييكم وهنكمل إن شاء الله الحوار، بس أنا مع الحرية وضد القيود.